كمان بعض القديسين قالوا لنا أن هاجر لما في الأول احتقرت سارة، رمز الاحتقار الجسد للروح. في ناس أجسادها تحتقر أرواح، يعني ناس جسدانية في تفكير، فلما تكلمهم عن الصلاة، عن القداس، عن التسبيحة، عن الصوم، يعني يبصوا لك باستغراب، لكن الحياة كلها أكل وشرب ولبس وملذات. فهاجر تمثل الجسدانية في التفكير، وسارة تمثل الروحانية. فقبلها كان بيقول أنه هاجر احتقرت سارة، لكن في الآخر النصيب دائما يفضل لسارة، للروح مش للجسد. الجسد بيتحول إلى تراب والروح هي اللي بتدوم. فهنا وصية المسيح إيه؟ وصية المسيح لكل من هو مثل هاجر تفكيره جسدي، يقول ارجعي إلى مولاتك. يعني إيه؟ يا جسد ارجع إلى الروح، وخلي الروح أعلى من الجسد. فاكرين مرة قلنا لكم مثل قاله القديس يوحنا الدرج، مثل جميل معبر عن ارتباط الروح بالجسد. قال إيه؟ كان بيحكي للرهبان، قال لهم لو جبنا نسر صغير وربطنا رجله برجل كلب صغير، وبعدين قعدنا نغذي الكلب وأهملنا غذاء النسر، يعني لدرجة ما ماتش بس هو عايش، اللي هيحصل إيه؟ أن الكلب صحته هتتحسن وهيجري وهيفضل يجرجر النسر وراه ويبهدله. لو أكلنا النسر وشبعناه والكلب اديناله برضو اللي يعيشه، لكن يعني ما اهتمناش زيادة بيه، النسر صحته هي اللي هتتقوى. بعد شوية اللي هيحصل إيه؟ النسر هيطير وهياخد الكلب معاه. وكان التشبيه ده عن ارتباط الروح بالجسد، النسر إشارة للروح والكلب إشارة للجسد. لو الإنسان حياته كلها جسدية، كل تفكيره ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، هتبقى روحه يعني متبهدلة، هتبقى زي النسر الضعيف اللي بيموت. والعكس، لو إنسان روحاني اهتم بغذاء روحه واهتم جسديا بأنه بس يعيش لكن مش عايش عشان جسده، النسر اللي فيه يسمو ويطير ويحمل هذا الجسد كأن الجسد نفسه يتقدس. فواحد من القديسين قال الوصية بتاعت ارجعي إلى مولاتك دي، الواحد يقولها لجسده، يعني يقول لجسده ارجع إلى سيدك الروح، أو ارجعي إلى مولاتك، يعني اسأل روحك قبل جسدك، اسأل على الأكل الروحي قبل الأكل الجسدي، اسأل على الشبع الروحي قبل الشبع الجسدي. ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديه. برضو احنا شفنا هاجر رفضت انها تفضل عبد، رفضت ان تخضع للسر. من الناحية برضو الرمزية كتأمل، يعني الجسد مش عاوز يخضع. تقول له صوم يقول لك عاوز اكل، تقول له اسجد تعبان، اسهر عاوز انام. لكن هنا خضوع الجسد للروح علامة ايه؟ علامة الروحانية الصح. هو ده المطلوب على طول. لما هي هتسمع الكلام وترجع لمولاتها، النتيجة إيه؟ قال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكسر. يبقى لو الواحد أخضع جسده لروحه، لو الواحد تبع روحه أكثر مما يتبع جسده، يصير إنسانا مثمرا، يبقى مكثر. الكثرة هنا طبعا مش كثرة عيال بالحرف، لكن كثرة الثمر. ناس كتيرة تتأثر بيك لما تبقى روحاني أكتر منك جسداني، ولما تخضع جسدك لروحك. فلا يعد من الكثر. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا. هي كانت خايفة ابنها يموت، طبعا ماشية في الصحراء وبقالها مدة ما كلتش وما شربتش. قال لا لا، ابنك مش هيموت، ملوش ذنب، تدعينا اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. إسماعيل يعني الله يسمع. وأنه يكون إنسانا وحشيا. هنا واحد يسأل يقول هل ربنا حكم عليه يبقى إنسان وحشي؟ لا،
ربنا بسابق علمه يخبر بما يراه قبل أن يكون، لكن الله لا يريد الشر ولا يشاء لأي إنسان أن يكون في صورة وحشية، لكن ربنا بسابق العلم. يعني إيه؟ سبق وشاف إسماعيل ده هيعيش أي أنهي حياة، فقال لها ابنك هيكون إنسان وحش، هيختار العيشة دي بالرغم أنه هو ابن إبراهيم، وابن إبراهيم وديع جدا، وشفناه قد إيه متسامح مع لوط وقد إيه خير مع جيرانه، فيقول يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني دايما في صراع مع كل اللي حواليه طول الوقت، وأمام جميع إخواته يسكن، يعني ضد إخواته هيسكن، يعني هيبقى حياته كلها دايما بالعنف والقتال. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى، لأنها قالت أهنا أيضا رأيت بعد رؤية، لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤى، ها هي بين قادش وبارت. يعني إيه؟ سمت البير ده أو المنطقة اللي شافت فيها المسيح هنا رأيت الله. إذن حتى هؤلاء البسطاء الأوائل كانوا لما يشوفوا ربنا يميزوا، فهي سمت البير أنا شفت ربنا، بئر أنت إيل رؤى، يعني إيل يعني الله، رؤى يعني يرى، فهنا الله يرى أو بئر الله يرى. طبعا قد كده المعنى عميق، أنه مثل هذه الإنسان لأنها مظلومة قد ترى الله. برضو نكلمكم تاني عن علاقة الظلم برؤية الله. الناس المتنعمة المترفهة اللي حياتها فيها ملذات كتير لا يمكن تشوف ربنا. الناس المتألمة أو المظلومة أسهل تشوف ربنا، لأن ربنا يميل للمظلومين، ربنا يميل للمحتاجين للمتألمين. لما جاء على الأرض كان فقير وكان متألم وكان مظلوم، فربنا دايما أقرب لنفوس المظلومين. ثلاث فتية لما ترموا ظلم فأتون النار شافوا المسيح. دانيال كمظلوم في جب الأسود تمتع بحديث مع الله ورؤية الله. يوسف اللي كان عايش في مصر بسبب الظلم كان ربنا معاه وكان شايف ربنا طول الوقت وعدت أيامه على خير. إذن كل مظلوم يسهل عليه أن يرى الله، إنما لازم يصلي ويتمسك بأنه يشوف ربنا، والعكس بقى الظالم تقفل عينيه ويقفل قلبه خالص زي اليهود ويتقصى قلبه، وحتى لو ربنا واضح قصاده ما يشوفوش. شعب إسرائيل مثلا كان مظلوم فشاف ربنا عمود نار وعمود سحاب. في الوقت اللي فرعون كظالم كان ربنا واضح جدا في المعجزات قصاده بس مش بيشوف حاجة، قلبه قاسي زي الحجر فمش بيشوف. عشان كده واحد من القديسين قال اللي احنا بنقول عليه بالبلد يا بخت اللي بات مظلوم، قال لا تنم ظالما بل مظلوما، اجعل نفسك مظلوما حتى يسهل عليك أن ترى الله. يعني لو داخل في قسمة أو في مشكلة اطلع مظلوم، طلع نفسك مظلوم، اخسر، ما تكسبش على حساب حد تاني، ما تثبتش حقك والتاني يطلع زعلان وحاسس أنه مظلوم، خليك أنت اللي مظلوم. أبونا إبراهيم لما ظلم وترك الاختيار للوط، إبراهيم شاف ربنا وتمتع بوعد من ربنا. في ناس بتكره الظلم لدرجة أنها بتظلم، وفي واحد بيحب الناس ومش خايف يتظلم، ده أقرب أنه يتمتع بربنا. فهي عند البير ده شافت المسيح وسمت البير الله يرى، ودي أحد ظهورات المسيح في العهد القديم. يمكن قبل كده قلنا أن المسيح له المجد بيظهر، لكن في فرق بين الظهور والتجسد. التجسد معناه المسيح يأتي إلى عالمنا بجسد بشري حقيقي يعيش نفس حياتنا بكل ما فيها ما خلا الخطية وحدها، لأن الخطية مش أصيلة في الطبع البشري، احنا لما اتخلقنا كبشر ما كانش في خطيه، لكن ياكل ويشرب وينام ويتالم. اما الظهور ده شيء مؤقت، ده مجرد رؤى العين لكن ليس جسد بشري مستمر. فالتجسد لازم يبقى فيه حبل الهي في بطن العذراء وميلاد طبيعي، ميلاد بتولي من بطن العذراء وطفوله طبيعيه، ده التجسد.
أما الزهورات لا، المسيح يظهر ويختفي. وبنفس الدرجة في قديسين أو في ملائكة كأرواح ممكن يظهروا ويختفوا، ده غير التجسد. لكن بقدرته الإلهية حتى أثناء الظهور ممكن يتكلم، ممكن يلمس، ممكن الناس تلمسه، زي ما هنشوف في لقائه مع أبونا إبراهيم يأكل معاه ويتمشى معاه. لكن كل ده مؤقت لأنه ظهور. لكن كل الظهورات دي كانت بتؤكد الفكرة أن ربنا سيأتي في آخر الأيام متجسدا ليكون منظورا من الكل. يعني اللي سمح لنفسه أنه يظهر لبعض الشخصيات كأنها إشارة مبكرة أنه هيجي بقى ويظهر على طول ويعيش وسط البشر. عشان كده كان قال المسيح: طوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع، لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا. اشتهوا ليه؟ يعني أبونا إبراهيم اللي اسمه أبونا إبراهيم يعني شاف المسيح كم مرة بس، إيه ساعات. طب يجي إيه جنب الرسل بقى اللي قاعدين أكلين شاربين معاه؟ داود النبي بيقول: تقدمت فرأيت الرب أمامي. لكن يا ترى شايفه بأنهي درجة؟ يروح فين بقى؟ جنب يوحنا اللي حاطط رأسه في صدر المسيح طول الوقت. فمن هنا أدي فرق الكرامة والمجد اللي خدناه في العهد الجديد. فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. وكان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام. ولما كان إبرام ابن 99 سنة، يعني فات كم سنة كده؟ 13 سنة، من 86 عمره ل 99، في 13 سنة كده عدوا ما تقالش إيه اللي حصل فيهم، لكنها فترة انتظار. ليه؟ لسه أبونا إبرام عنده وعد مش واضح أنه هيجي من نسلك، هيجي من جسمك ومن سارة نسل. طب إمتى يا رب؟ لما جبنا إسماعيل يعني ما كانتش إرادتك وكان تصرف مننا وجاب لنا المشاكل. طيب فين بقى اللي أنت وعد بيه؟ ظهر الرب لإبرام. بدل كلمة ظهر يبقى في ظهور، يبقى في رؤية، يعني شاف. ظهر غير سمع، صار صوت مثلا يبقى ده سمع، لكن ظهر يبقى مش مجرد سمع. وقال له: أنا الله القدير. ليه بيقول له أنا الله القدير؟ ما هو ظهر له قبل كده كتير وكذا مرة يقول له أنا ربنا، عشان يعني يأكد. مثلا في أول 15 يقول: لا تخف يا إبرام أنا ترس لك. لكن هنا أنا الله القدير. يمكن أبونا إبرام مع تأخر الوعد ابتدى يتشكك، شايف نفسه عجز، ومراته طبعا عجزت وما عادش فيها طبيعة السيدات اللي ممكن يحبلنا، يعني هو فاهم. ففكرة أنها ممكن تجيب طفل بعد كده خلاص مش هينفع، هو بحسب نظره وفكره. فكانت أول كلمة يقولها له ربنا: أنا إيه؟ أنا قادر، أنا بفكرك، أنا قادر. أحياناً على قد ما المعنى ده بسيط وسهل على قد ما بننساه. إن ربنا يجي يقول لنا أنا الله القدير يعني إيه؟ تقول يا رب أنت مش شايف الدنيا لخبطت قد إيه؟ فيقول لك وفرت، بس أنا الله القدير. يا رب مش شايف المشكلة اتعقدت قد إيه؟ طب ومال؟ بس أنا الله القدير. طب الناس الظالمة المفترية دي، طب وين؟ أنا الله القدير. لأن احنا بعيننا البشرية بنحسب حساباتنا الأرضية. يعني مثلا إخوات لعازر فضلوا عشمانين إن المسيح يلحقه قبل ما يموت، ولكن لما مات ذهلوا لأنه ما كانوش متصورين إن المسيح هيسيبه يموت. فزي اللي قفلت معاهم وصعب عليهم وزعلوا جدا وزعلوا، يعني عملوها زعلة. ولما جه المسيح في رابع يوم قالوا له: لو كنت هنا ما كانش مات. فكأنه بالضبط بيقول لهم: مات ولا ما مات تفرق ايه؟ أنا الله القدير. فقال لها: سيقوم أخوك. قالت له: بقى حليني لليوم الأخير، أنا عارفة. قال لها: أنا هو القيامة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. كلمة أنا الله القدير كلمة جميلة ومريحة. لما الدنيا تقفل قوي حواليك افتكر أنا الله القدير.
ياما أمور بتتعقد جدا وبعدين تتفك بطريقة على طول نقول قدرتك يا رب، فعلا أنت قادر على كل شيء. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. يعني إيه؟ يعني يا أبونا إبراهيم إحنا ابتدينا السكة مع بعض من سنين، وأنت بتسمع كلامي في أغلب الأمور ومصر تكمل المشوار حسب رغبتي. خليك ماشي كده قصادي وخليك كامل. إذن في دعوة للكمال جات لأبونا إبراهيم. الله يحب الكمال لأن الله كامل، الله في كل حاجة صح، عاوز أولاده زيه فيحب كل حاجة صح. صحيح كلمة كامل دي كلمة كبيرة علينا، بس ربنا بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. فإحنا لما بنقرب من الكمال أو بنسلك باستقامة إحنا بنقترب من صورة الله نفسه. ما أنت عارفين لما يقولوا الأصحاب يعني بيختاروا بعض من نفس الصفات، الطيور على أشكالها تقع. فالله يحب من يصادقه يكون شبهه فيكون قريب للكمال. صحيح في فرق بين الكمال البشري مهما تسامى والكمال الإلهي غير المحدود، لكن على الأقل أبونا إبراهيم اقترب من الكمال. بيغلط لكن بيتوب في أغلب حياته، هو شخص كامل. كامل يعني إيه؟ يعني متمسك بالوصية، بيرجع لربنا في كل حاجة، بيحب كل الناس، بيتحاشى إنه يغلط، غني بربنا مش فارق مع الدنيا، من هنا يكون كامل. سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. أبونا إبراهيم سمع من الكلام ده قبل كده إنه إيه هكترك، لكن أبونا إبراهيم إيمانه أكتر مننا. لو واحد فينا كان يقول له يا رب وبعدين بقف، من أيام سمعت الوعد ده. وحتى لما تصرفنا وجبنا إسماعيل طلع غلط وما كانش ده قصدك، إنما أبونا إبراهيم بمنتهى البساطة يفرح بكل ظهور ويفرح بتكرار الوعد ويصدق الكلمتين وينتظر. فسقط إبراهيم على وجهه. هنا بقى أبونا إبراهيم أدرك إنه ده ربنا له المجد فسجد. وخلي بالكم الراجل سنه كام؟ 99 سنة، عشان في ناس 29 سنة بيكسلوا يسجدوا مش 99. لكن ده ما عندوش أدنى مشكلة إنه يسقط على وجهه ويسجد أمام الله. ما هو اللي عنده إيمان هيبقى حاسس إن ربنا قصاده ولازم يشوفه بعينه يعني، فيسجد. وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم. قبل كده قلنا رمل البحر وقلنا نجوم السماء، وأدي دلوقتي جمهور من الأمم. جمهور من الأمم يعني مش أمة واحدة، يعني هيطلع منك أبونا إبراهيم شعوب كاملة مش شعب واحد كمان. فلا يدعى اسمك بعد إبراهيم. هنا بقى في إضافة، المرة دي الظهور ده أضاف حاجة جديدة بقى لغاية كده. قال له بص هنغير اسمك بقى، هنغير اسمك، بدل إبراهيم نخليه إبراهيم. إبراهيم يعني أب أمم. بما أنك أنت هتبقى أب لجمهور من الأمم هتلقب بكلمة إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلها. كلكم فاهمين أن الوعد ده تحقق بشكل جزئي في الشعب اليهودي ولكنه تحقق بشكل كلي في العهد الجديد. يعني إيه؟ أبونا إبراهيم بعد كده هيجيب إسحاق خلاص، وإسحاق هيبقى جد الأزباط، وشويتين الأزباط يبقوا أمة ضخمة جدا. وعلى أيام موسى طلعوا بس ده بعدها 400 سنة 600 ألف أسرة، وبعدها صاروا عدة ملايين. كل ده هيحصل وكل ده منسوب لأبونا إبراهيم. إنما ربنا كان يقصد أبعد من كده، ما كانش يقصد بس اللي طالعين من جسمك
ومن نسلك، لا أنت هتبقى أب لجمهور من الأم. وزي ما شفنا في غلاطية 4 بولس الرسول حط سارة قصاد هاجر وشرح لنا فكرة العبودية في هاجر والحرية في سارة والعهد القديم في هاجر والعهد الجديد في سارة، في رومية 4 هيحط لنا أبونا إبراهيم بشكل كده رمزي، يقول لنا أبونا إبراهيم ده مش جد اليهود، في قضية أخطر من كده، ده أبو المؤمنين. لما ربنا قال له تبقى أب لجمهور من الأمم ما كانش يقصد الشعب اليهودي، لأن الشعب اليهودي ترك ربنا وعبد أوثان، إنما كل من يؤمن بالمسيح له المجد سينتسب لأبونا إبراهيم، وهيبقى أبونا إبراهيم أبوه. وعشان كده احنا بنسمي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء البطاركة الأوائل. فهنا أتاري كلمة تبقى أب لجمهور من الأمم ده علينا احنا، احنا كلنا أولاد إبراهيم دلوقتي. أولاد إبراهيم ليه؟ أصل احنا مشينا في نفس خطوات إيمان أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم حب المسيح وصدقه، وإحنا حبينا المسيح ومصدقينه، فبقينا كلنا أولاد إبراهيم. وده اللي قاله المسيح، سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إيه؟ إبراهيم إسحاق ويعقوب. يبقى الموضوع مش واقف على اليهود. في الوقت ده اليهود كانوا فاكرين، بعد طبعا أبونا إبراهيم، واخدين الآيات دي عليهم هم، إن هم اللي هيبقوا جمهور من الأمم، وهم دول نسل إبراهيم، وبيعتزوا قوي بحكاية إحنا أولاد إبراهيم، ويتعالوا على كل البشر بحجة إن هم أولاد إبراهيم. فربنا يسوع قال لهم مرة في يوحنا 7، قال لهم لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، أنتم أولاد إبليس، قال لهم كده، وكانوا هيرجموا في اليوم ده. يوحنا المعمدان برضو خبطهم نفس الخبطة، قال لهم لا تعودوا تقولوا نحن أولاد إبراهيم، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. هتقعدوا تقولوا أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم وأنتوا في وادي، وأبونا إبراهيم في وادي، أبونا إبراهيم بريء منكم. إذن يوحنا المعمدان واجه اليهود بالمواجهة دي، وربنا يسوع له المجد أعلن أن اليهود ليسوا أولاد لإبراهيم، ليسوا أولاده بمعنى مش شبهه مش تبعه، ما مشوش في خطواته. وبولس الرسول كملها وقال إحنا بقى بقينا كلنا أولاد إبراهيم بالإيمان بإله إبراهيم ربنا يسوع. أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبدي. كنعان حرفيا هي الأرض اللي ورثوها اليهود وقت يشوع، ولكن كنعان روحيا هي السماء اللي احنا هنورثها بالإيمان بإله إبراهيم. فتاني بقول لكم نفس الوعد له بعد زمني وله بعد أبدي، له بعد حرفي انطبق على اليهود، وله بعد روحي انطبق على كل المؤمنين في العهد الجديد. وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي. يبقى شرط إتمام هذا الوعد هو كلمة تحفظ العهد. إذا احنا عندنا فكرة العهد دي فكرة مهمة قوي، احنا كلنا اسمنا ولاد عهد، ولاد عهد جديد. العهد القديم كان له شكل، وهيبتدي دلوقتي علامة العهد، هيحصل الختان دلوقتي، ده علامة العهد القديم. وبعد شوية تيجي ذبيحة العهد، تلاقي ذبيحة حيوانية، ويجي بعد كده فرائض وناموس العهد، كل ده عهد قديم. لما جه المسيح له المجد فتح باب عهد جديد، قال أنا الذبيحة ودمي هو دم العهد. والعلامة ما بقتش ليها قيمة، إنما هتدخلوا في العهد بالمعمودية مش بالختان. وقال الناموس هو الناموس الكامل بتاعي مش الناموس بتاع موسى. سمعتم أنه قيل لا تقتل، أنا بقول لا تغضب. يبقى إيه، حصل نقلة ما بين عهدين. العهد القديم ما قدرش يوصل الناس للسماء، العهد القديم ما أصلحش طبيعة البشر، لأنه ما كانش في دم المسيح، ما كانش في قوة الخلاص. كان ربنا يتعهد شعبه لكن شعبه ما مشيش معاه. لكن بقى كان في نبوة تقول إيه، يكون بعد تلك الأيام أني أسكب من روحي على كل بشر، ويقول في الأيام الأخيرة أقطع لهم عهدا جديدا لا كالعهد الذي قطعته مع أبائه.
لأنهم تركوني وخذلوني. يبقى هيكون في عهد جديد غير العهد القديم. دي كانت نبوات في العهد القديم. إذا نفس العهد القديم أكد كذا مرة أن العهد ده مؤقت، وأن ده مش نهاية العلاقة بالله، مش آخر شكل للعلاقة بالله، وأن العهد القديم بسبب تقصير البشر ما نجحش منه حد. ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد، حتى اليهود اللي عندهم واحد. إنما العهد الجديد اللي فيه بر المسيح وفي خلاص مجاني وفي نعمة الفداء وفي فكر الأبدية الواضح وفي قوة الروح القدس اللي تسكن في البشر، ده عهد جديد، وده بيعمله المسيح بنفسه. قال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. هيبتدي بقى يحط أساس للعهد. خلي بالكوا ده كل ده ولسه إسحاق ما اتولدش، لكن عشان خلاص إسحاق على مشارف، والسنة الجاية هيكون في إسحاق، مش السنة الجاية من دلوقتي، السنة الجاية من وقت أبونا إبراهيم، هيبقى يعني الإصحاح الجاي هيبقى في إسحاق. فقبل ما يجي بقى إسحاق ده المنتظر اللي هو رمز للمسيح طبعا، فاتفق معاه الأول، قال له عشان لما يجي إسحاق وكل الأجيال اللي جاي منه بعد كده يبقى في معانا بيننا وبين بعض عهد، وعلامة العهد هو الختام. قال: تحفظون بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. هنا تيجي أول مشكلة، البنات بيزعلوا، اسمعنا الاتفاق مع الذكور. البنت عموما في العهد القديم كانت دايما تنسب لرجل، يا إما تنسب لأبوها أو تنسب لجوزها، وبالتالي وإحنا كشعوب شرقية المعنى ده مقبول عندنا، وبالتالي إذا كان الراجل هو صاحب عهد بعلامة الختان يبقى بنته أو مراته ضمن العهد، وبالتالي لم يكن الختان يخص الستات عموما. إنما تلاحظوا المعمودية في العهد الجديد، لا، البنت تتعمد والولد يتعمد، ما فيش بنت محسوبة مسيحية كمن أبوها مسيحي، لا لازم تتعمد، وما فيش ست محسوبة مسيحية كمن جوزها مسيحي، لازم تتعمد. ليه؟ لأن هنا في تمييز أن كل إنسان ليس ذكر ولا أنثى. في العهد الجديد ربنا وضح أنه مع كل الكرامة واحدة، ست زي الرجل، لكن في العهد القديم كان الانتماء كده قبلي شوي. يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. إذن الختان كان مجرد علامة العهد. يعني إيه؟ عشان نقول إن ده يهودي لازم يكون مختتن، والاختتان زي ما أنتوا فاهمين يجي الطفل في 8 يوم يقصوله حتة جلد كده، جلدة زيادة كده ملهاش لازمة، لكن دي تبقى علامة العهد. وطبيا وصحيا ختان الذكور لغاية دلوقتي مفيد، هو ما عادش له قيمة روحية حاليا في العهد الجديد، ما فيش للختان قيمة روحية، لكن ممكن نقول فيه قيمة طبية. بينما أيضا طبيا وصحيا ختان الإساءة ناس مؤذي. يعني لما الناس في شعوب قديمة غير الشعب اليهودي، يعني كمان ألفوا فكرة تختتن الأنثى، بقوا يؤذوا البنات، لأن الحقيقة الأنثى غير محتاجة للختان، لكن بأفكار شرقية ملهاش علاقة بالإنجيل خالص افتكروا أن ختان الأنثى قد يحميها من الانحراف، ودي أفكار كلها ملهاش لا أساس طبي ولا صحي. يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم. طب ما أبونا إبراهيم 99 سنة، أيوة هيختتن في السن ده. إذن اللي هيجي على كبر هيختتن في أي الوقت، إنما اللي هيتولد هيختتن في اليوم 8، عشان دي ماشية زي فكرة المعمودية دلوقتي. لو واحد بيؤمن على كبر هيتعمد، لكن الطبيعي كشعب بينه وبين ربنا عهد، ولادنا المولودين يتعمدوا بدري مش هنستنى لما يكبر. يختن كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يعني إلى واحد انضم عن طريق البيع، كان في الزمن ده ممكن اليهودي يشتري عبد من بلد تانية
ويعامله كويس، لأن حسب الشريعة بعد كده هيبقى في طريقة التعامل. قال بدل انضم للشعب يختت، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. ربنا قصد يحط علامة عشان تميز هذا الشعب عن بقية الشعوب. الختان فضل مستمر لغاية ما المسيح له المجد قبله في جسده. المسيح عشان يأكد أنه هو مش بيلغي القديم لكن بيكمل عليه، قبل الختان في جسده، وبعدين لما تعمد فتح باب المعمودية فقال الختان ما عادش له أهمية. يبقى المسيح نفسه بيواصل العهدين، فهو بدأ بالختان في جسده كطفل قبل أن يختتن، ولما اعتمد وابتدى العهد الجديد بعد كده ما بقاش الختان مهم. ولو تذكروا بقى رسائل بولس تلاحظوا ان كان في ازمه اسمها ازمه الختان في الكنيسه الاولى. ليه؟ الجماعه اللي جم من الامم انضموا للكنيسه ناس امميين، دول غير مختتنين فاكسدوا، اتعمدوا ودخلوا الكنيسه وبقوا يتناولوا زيهم زي كل المسيحيين. بعض اليهود اللي بقوا مسيحيين طول عمرهم عندهم احساس ان هم ايه مميزين وافضل من الامم. فتصور واحد بيصلي واللي جنبه كان اممي في يوم من الايام كان بيسميه يعني كلام وحش، كان يسميه كلب ويسميه حاجات كده. فالحته اللي هي مش روحيه دي اللي فيها كبرياء نقحت على شويه ايه ناس كانوا من اصل يهودي، فطلعوا بفكره او بدعه لابد لكل اممي ان يختتن اولا ثم يعتمد، وإلا يبقى مش مسيحي. مين بقى اللي وقف لهم بشدة؟ كان القديس بولس، بالرغم أنه يهودي أصيل وفريسي ومختتن في اليوم الثامن، وقالها عن نفسه أنا مختتن في اليوم الثامن. يعني القضية اللي بدافع عنها مش لأن أنا مش ما عنديش ختان فيعني موضوع شخصي بالنسبة لي، لا، أنا القضية ما تخصنيش، لكن دافع باستماتة في كذا رسالة أشهرهم روميا وغلاطيا أنه لا قيمة للختان، وأن لو دافعنا عن الختان يبقى بنبطل اللي عمله المسيح، بنرجع نفسنا للعهد القديم تاني، بنضيع تعب الصليب ودم المسيح. أنا بس على سيرة الختان فبنحكي تاريخ الختان. في واحد يقول طب ما هو لسه الناس الرجالة بيختتنوا أو الأطفال الذكور، ما هي دي أصبحت ناحية طبية فقط لا علاقة لها بالمسيحية، دي حاجة طبية ودي ما توصلش الإنسان لأي تميز روحي. الختان وفي شعوب كتيرة بقت بتختتن مؤمنة أو غير مؤمنة ما فيش علاقة، فما بقاش الختان علامة اليهودي بس، لا، في شعوب كتيرة تناقلت هذه العادة واكتشفوا قيمتها الطبية فبقوا يعملوه. برضو خلي بالكم من نقطة مهمة، الختان علامة للعهد ولكن المعمودية ليست علامة. يعني إيه؟ هل الختان بيغير في كيان الإنسان حاجة؟ لا، هو مجرد قطعنا جلده كإثبات علامة، هي فعلا علامة، لكن المعمودية حسب تعليم الكتاب فيها موت وحياة، فيها قوة حقيقية، في سر تغيير بيحصل، في ولادة جديدة، الإنسان بينزل معمودية يطلع واحد تاني، يطلع ابن لله. وعشان كده القديس بولس نفسه دافع بشدة أن المعمودية أعلى كتير جدا من الختان. الختان كان يدي انتساب لشعب الله كعلامة، المعمودية تعطي دخول في شعب الله الجديد بقوة الحياة الجديدة مش كعلامة بقى. لأن بعض التعاليم غير الأرثوذكسية تقول المعمودية علامة زيها زي الختان، لا، هنا مش صح، مش ده تعليم الكتاب ومش ده التعليم اللي استلمناه. بدليل حاجة تانية، يوم ما عدوا في البحر هل دي كانت علامة ولا كان حدث؟ عدوا في البحر، ولو ما كانوش عدوا في البحر كانوا ماتوا كلهم. بولس الرسول سمى عبورهم البحر وخروجهم من البحر لسينا للحياة الجديدة معمودية. قال أباءنا جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. إذا كان الختان بيشاور على المعمودية بشكل،
عبور البحر بشاول بشكل تاني. برضو جابها القديس بطرس انه ربطها بحادثة الفلك، وقال ما هو الفلك ده عبر بثمان افراد من داخل المية من الموت للحياة، الذي مثاله المعمودية يخلصنا. يبقى المعمودية بتخلصنا زي ما الفلك خلص نوح وبني. يبقى هنا المعمودية فيها قوة خلاص، ما هيش علامة. لا، علامة يبقى تتعمل أو ما تتعملش مش قضية، لأنها مجرد علامة. لكن لو فيها قوة تغيير وقوة خلاص وسر حقيقي، يبقى ما نسميهاش علامة، لا ده سر. يكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. برضو إيه المعنى بتاع أن نقطع حتة لحمة ونرميها تبقى علامة ارتباط؟ هي فكرة أن في حاجة غلط تتشال، وده المغزى اللي بتتكلم فيه المعمودية. المعمودية بتقطع الإنسان العتيق وتشيله من طبعك. فهنا الختان الروحي اللي هو المعمودية هو مش مجرد اغتسال خارجي بشوية مياه، لا ده إزالة طبيعة فاسدة بتتخلع كده من الإنسانية ويدخل فيها تبقى مؤهلة لسكنة روح الله. والحركة القديمة بتاعتها، المثل البسيط بتاعها، حتة الجلدة اللي تترمي دي شالت الشر وطلعت. يكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. أما الذكر الأغلف، الأغلف هي الكلمة اللي تقال على غير المختتن، يسموه أغلف، وجمعها غلف. الأمم غلف، يعني إيه؟ غير مختتنين في أجساده. الذي لا يختن في لحم غرلته تقطع تلك النفس من شعبه. واحد يقول بس ليه التشدد ده إذا كانت علامة؟ ما هم الناس دول أصلا لازم إيه كل حاجة تمشي بشكل حاسم، لأن هم شعوب بدائية ولازم يبقى في شدة شوية على التنفيذ. لكن في إشارة مهمة، أنه إذا كان الختان بدونه تقطع النفس، المعمودية بدونها تبقى إيه؟ تقطع النفس. تقطع يعني إيه؟ يعني ما فيش شركة مع شعب الله، يبقى ليست من جسم الكنيس. كل من لم يعتمد ليس عضوا في جسد المسيح، ده إيماننا. كل من لم يعتمد ليس عضوا في جسد المسيح. القديس بولس يقول نحن الذين اعتمدنا جميعا إلى جسد واحد. شوفوا التعبير، اتعمدنا عشان نعمل الجسد الواحد مع بعض. كل واحد فينا بالمعمودية بقى عضو في جسم المسيح. طب لو ما تعمدش مش عضو في جسم المسيح، بره الجسم، وكأنه مقطوع من شركة الكنيس. وعشان كده كلنا فاهمين اللي ما تعمدش ما يحقلوش يتناول. طبعا ازاي هيشارك في الجسد الواحد وهو ليس عضوا في الجسد الواحد من الأول؟ تقطع تلك النفس من شعبه. أنه قد نكث عهد، يعني إيه؟ الإخلال بالعهد يأتي من عدم احترام الختان. يبقى النظام اللي يعمله ربنا لازم نقبله، ده نظامه في العهد القديم، وإحنا فهمنا أنه تطور في العهد الجديد، لأن العهد القديم رمز إلى الأمور المستقبل. وقال الله لإبراهيم، لغاية دلوقتي ما جاتش سيرة إسحاق، ده كل ده تجديد للعهد بتاع أكثر نسلك وتكون مباركا. ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي، كمان غيرنا اسم إبرام بإبراهيم، ده إيه الحكاية؟ فيش تغيير كبير بيحصل. تلاحظوا أن ده دايما مرتبط بالمعمودية، مش كده؟ كلكم تقريبا خدتوا أسماء جديدة يوم ما تعمدتوا، فيوم ما اتفق معاه على الختان غير اسم. ومن هنا جاء طقس المعمودية الجميل، أنك بتاخد اسم جديد لأنه قيمتك الجديدة أنك عضو في جسم المسيح. قيمتك الجديدة أنك أنت تبع ربنا بالمعمودية، ابن الله. كنت ابن فلان جسديا في شهادة الميلاد، بالمعمودية بقيت ابن الله فخدت اسم تاني. طبعا فيش مانع تعيش بالاسمين، لكن فكرة أن اسم جديد معناها نقلة كبيرة قوي في الحياة. قال له سارة كمان من غير ختان، خلي بالكم، سارة ساراي تدعى سارة. سارة يعني يعتقد معناها أميرة أو أميرة فرحانة. فقال له هتبقى اسمها سارة أميرة. أميرة ازاي؟ ست كبرت في السن وما عندهاش عيال، لكن هيقول لها الخبر الحلو.
وأبارك وأعطيك أيضا منها ابنا. تاني بيأكد الوعد القديم، هدي لك من سارة ابن، سارة 90 سنة، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، مرة دي ضحك، سقط يعني سجد. وهنا يجي سؤال، هو إبراهيم ضحك ليه؟ ما يصحش. لا، ضحك هنا الآباء قالوا مش ضحك استهزاء بالفكرة ولا استنكار للفكر، ضحك لأنه فرح قوي أنه زي ما هو خد اسم جديد، سارة واخد اسم جديد، وضحك لأنه الفرح الخبر قرب قوي. فكل الآباء قالوا ضحكة إبراهيم هنا ضحكة الطفل صدق الخبر الحلو اللي جاله أخيرا، أنه خلاص يا أبونا إبراهيم هيبقى سارة أم خلاص، لأنه مستني بقاله سنين الخبر ده. بينما الإصحاح الجاي هنلاقي سارة تضحك، ربنا يسوع هيأخذها، فواضح ضحكة عن ضحكة تفرق. إنما على فكرة إسحاق هيبقى اسمه ضحك، كلمة إسحاق يعني ضحكة، عشان أبوه ضحك ومامته ضحكت، الاتنين لما سمعوا إنه جاي الاتنين ضحكوا. بس واحد ضحك ببساطة الأطفال اللي يفرحوا بالخبر الحلو، أما سارة أقل إيمانا شوية فضحكت بنوع من الإيه الاستهزاء، يعني بعد السن ده ضحكت على روحها، يعني إزاي هكون بعد ده كله أبقى أم يعني. فالأباء بيميزوا بين الضحكة دي والضحكة دي، إنما الاتنين خدوا إسحاق كضحكة، عشان كل ما يقولوا له يا إسحاق يضحكوا، كل ما ينادوا عليه يفتكروا إزاي الولد ده جه. يعني لأبونا إبراهيم ينفع ولا أمنا سارة تنفع تجيب عيال، فكل ما ينادوا عليه يفتكروا المعجزة ويفرحوا بعطية ربنا. سقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. بعض الأباء قالوا أبونا إبراهيم افتكر أن إسماعيل هيموت، فربنا جاي يقول له إيه هجيب لك واحد بديل، لأن كان عيال كتير تموت في الأزمنة دي. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسم إسحاق وهتسميه ضحك، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. برضو أرجع للكلام اللي فات، هل يولد لابن 100 سنة؟ هنا برضو أبونا إبراهيم كان مستغرب الفكر، ما نقدرش ننكر أنه هو التاني كان مستكترها برضو، وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ لكن ما اعترضش وسكت، هو كل اللي قال له قال له يا رب خلي إسماعيل يعيش. فقال له لا أنا مش بتكلم على إسماعيل، ده هيجي لك إسحاق، بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسم إسحاق. خلي بالكم بداية الكلام إيه، أنا الله القدير. يعني إيه؟ أنت ليه مستكتر يا أبونا إبراهيم؟ أيوة العرف بيقول إيه والعلم بيقول إيه والطب بيقول إيه والناس تقول إيه والتاريخ يقول إيه، اركن ده كله على جنب، لما بقول لك أنا الله القدير خلص إلغي بقى ده كله واسمع الكلام. بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعدي، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. أتاري أبونا إبراهيم زي اللي صعبان على إسماعيل، يعني ما هو برضو ابني، والحقيقة احنا اللي مسؤولين عن الغلطة مش أمه يعني. فقال له ماله يا إبراهيم، ما أنا سمع لك فيه، ما أنا مكتر عشان خاطرك ورده، لكن أنا ما قلت لك مش هو ده صاحب الوعد والعهد ما جاش عشانه. ها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا، عشان إيه ما تزعلش، 12 رئيس يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيم مع إسحاق. الكترة شيء والناس الكتيرة شيء والعهد شيء تاني. قال له إن كان عن الناس نجيب عيال كتير دي مش مشكلة دي، لكن أنا بتكلم عن عهد، والعهد ده باتفاق، والاتفاق قديم، متفقين على إيه، من سر يبقى لك نسل والنسل ده يرث يبقى نجوم السماء ورمل البحر. عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. كده بقى الكلام بقى إيه
فاكرين لما قلنا يتحول الوعد إلى موعد أو ميعاد، بقى في ميعاد بقى خلص. وطالما ربنا يقول وعد يلتزم، ولو ميعاد يبقى هيلتزم بالوعد والميعاد. فأصبحنا دلوقتي خلاص داخلين على السنة اللي يتولد فيها إسحاق. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. برضو التعبير عجيب، صعد الله. طب شفت يا ابونا إبراهيم، هل صعد زي ما صعد قدام التلاميذ كده في يوم عيد الصعود؟ يمكن. لكن إيه اللي كان بيشوفه أبونا إبراهيم ده؟ ده واضح أنه وصل إلى درجات من العلاقة بالمسيح، خلته يشوف المسيح ويحكي معاه ويسجد ويضحك ويقوم يتكلم ويتحاور ويسأل ويترد عليه، وفي الآخر يصعد الله عنه، خلصت المقابلة. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلموا الله. هنا تلاحظوا أبونا إبراهيم مدقق جدا في استماع كلام ربنا. كان ممكن ينسى الجزء بتاع الختان ويفرح بخبر إسحاق ويجري على سارة ويقول لها خلاص فاضل سنة وهنبقى هتبقي أمه، إنما هو فاكر ربنا قال له في عهد وعلامة العهد الختان، ركن الوعد الحلو وقال لك أعمل اللي علي. اللي علي إيه؟ أختن كل البيت بداية منه هو العجوز. وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلم الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختن معه. ولدان البيت مقصود بها العيال اللي اتولدت، ولاد العمال بتوعه والرعاة بتوعه، ما هو عنده رعاة كتير قوي، كل دول زي ما تقولوا كان بيعاملهم كولاده، فكل دول طبعا اتختنوا لأن دول عشيرته دلوقتي. وظهر الله الرب تاني، ملحقناش. لما ربنا يلاقي اللي قصاده بيسمع كلامه قوي يكسر من ظهوره له، يجيله كتير، يزوره كتير، فما ما فاتش، ما نعرفش بقى أيام ولا أسابيع وظهر له تاني. بس المرة دي الظهور بقى أطول وأجمل كمان. مرة اللي فاتت ظهر وتكلمه سجد له ضحكه، المرة دي هيقعدوا ويأكلوا ويحكوا بالساعات ويتمشوا كمان في الصحر. ده كل ده أبونا إبراهيم وربنا يسوع له المجد. ظهر الله الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. أبونا إبراهيم فضل عايش في خيمة، في الوقت ده كان غني جدا، وكان عنده، احنا شفنا من شوية من فترة معاه رجالة يحاربوا بلد، فإذا واضح أنه غني. وفي الوقت ده كان في بلاد بتعمر، كان في نوع من المباني ممكن يطلع، إنما هو سكن في خيام، لا بنى ولا عمر ولا اشترى بلاد ولا فارق معاه. هو كان مبسوط بحكاية الخيمة دي، لأن بولس الرسول قال لنا السر في العهد الجديد، قال هو كان عاوز يروح عند حبيبه وصاحبه ربنا يسوع، فكان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها هو الله. كان عارف أن الأرض دي مش هي آخر الحكاية، فكان بيفكر في السماء، كان عارف أن في مملكة أخرى ملكوت الله، فما كانش حابب يستقر في الدنيا قد ما حابب يسافر السماء. كان على باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفين لديه، زي اللي سرحان كده بياخد خلوة والناس دول قاعدين في الصحراء، هو يعني مش قاعد فاضي، لكن طبعا مش فاضي فضا وحش، بيقعد يفكر في ربنا وكلام ربنا ويشكر ربنا ويحب ربنا. وهو أثناء الخلوة كده شاف ثلاث رجالة جايين والدنيا حر، فقام يضيفهم على أنهم رحال أو مسافرين، لكن قام يضيفهم بحماس وغيرة وحب وتواضع غريب جدا. وبعدين اكتشف أن ده المسيح واثنين ملائكة، وبسبب هذا اللقاء كتب القديس بولس قال لا تنسوا إضافة الغرباء
التي بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. يعني ما تتأخروش في ضيافة الغرباء لا يكونوا منهم ملائكة زي ما أبونا إبراهيم عمل. إذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقباله. الإنسان الروحاني اللي يحب ربنا قوي يجري على عمل الخير مش يجري من عمل الخير. لما يلاقي فرصة خير يجري عليها زي اللي لقى الإيه. طب ما أنت هتخسر فلوس مش مهم، طب ده تعب عليك مش مهم. شوفوا الواحد يجري على عمل الخير، هي دي الروحانية الصحيحة. ساعات يبقى قدامنا فرص خير كتير نجري منها عشان نوفر مجهودنا وطاقتنا وصحتنا وفلوسنا. لكن ده شاف الثلاثة دول جري عليهم زي اللي لقى الإية، لازم تاكلوا لقمة، لازم أضيفكم. لاستقبالهم بخيمة وسجد إلى الأرض. بعض الآباء قالوا سجوده للأرض معناه هو حسب حاجة، والبعض قال إن أبونا إبراهيم كان متواضع بطبعه وكان حتى الناس ينحني أمامهم جامد، لأنه لما نشوفه بعد كام إصحاح وقت دفن سارة هيسجد لأهل الأرض شكرا لأن هم إيه يدوله حتة أرض يدفن فيها سارة مراته. فهو كان يسجد للناس زي كلمة ربنا، زي ما ننحني قدام أبائنا الأسقفة. يعني إيه هنا هذا الاحترام الشديد للبشر. أبونا إبراهيم الرجل اللي يعني بيشوف المسيح بعينيه ما عندوش أدنى مشكلة ينحني للأرض قدام. في الأول هو يظنهم ثلاث زوار وقال يا سيد، برضو هنا في لغز مش دول ثلاثة، ليه بيكلمهم بالمفرد؟ هنا الآباء قالوا واضح أن كان في واحد واثنين وراه، يعني إيه في سيد وفي عبيد. ما هو النظام في الزمن ده كتير كده أن يكون شخص ومعاه الحاشية بتاعته، فواضح أن في شخص مسؤول في الثلاثة اللي هو المسيح له المجد. والبعض قال ما هو عرفه على طول أول ما قرب منه، ما هو شافه كتير، فمن هنا سجد له وقال له يا سيد. في كل الأحوال هو لقاء من نوع خاص، لأن المرة دي المسيح معاه اثنين ملائكة اللي هيبعتهم لسدوم وعمورة بعد كده، بس إيه هياكلوا أكلة في السكة عند أبونا إبراهيم. يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. واضح غالبا أنه عرف، يعني إيه لو أنا يعني لو أنت راضي عني أدخل الخيمة وكله، وكأنه هو اللي بيتوسل إليه يدخل ويباركه. وطبعا من ناحية الخير لما تعمل خير أنت اللي واخد البركة. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم. برضو السفر الطويل في الصحراء بيخلي الناس رجليها مهرية وفي عرض شوية مية. وكانوا زمان في الأديرة لما حد يوصل للدير يغسلوا له رجليه، لأنه يعني كان بيجي من سفر طويل وما كانش فيه عربيات. واتكئوا تحت الشجر، هو عرض يبدو بسيط وسهل عشان يقعد، إنما هو في قلبه هيعمل وليمة وهيعمل ضيافة ضخمة جدا، لأنه كله كرم وكله فرح. فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. على فكرة الناس الكرماء كده يقول لك بس تسند قلبك بلقمة تدخل تلاقي يعني خروف. لقمة إيه اللي كنت بتتكلم عنها؟ هي نفس النظام. فقال بس لقمة كده، تعالوا ادخلوا بيتي كله لقمة. لكن هو بقاله عاوز يضيفهم أكبر ضيافة. لأنكم قد مررتم على عبدكم. برضو كلمة عبدكم يا إما يميز المسيح خلاص وبقى عارف هو بيتكلم مع مين، وإن كان بعض الأباء قالوا يمكن لسه ما ميزش المسيح، لكن من التضاع الشديد بالنسبة له أي غرباء بيشوف فيهم المسيح. ويمكن ده السبب اللي خلى المسيح يقول كنت غريبا فآويتموني. يعني كل من يضيف غريبا قد يرى المسيح. فهل تحترم الغرباء إلى هذه الدرجة وتحبهم وتكرمهم؟ لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت. يعني خلاص روح اعمل اللي انت قلته أو عشان خطرك هندخل. كم مرة يعدي علينا ناس ما نخدمهمش وقد كان فيهم المسيح؟ كان فرصة خير راحت مننا كنا ممكن نشوف فيها ملائكة
لكن احنا ملهيين في دنيتنا وفي عشتنا. هذا الرجل اللي يعيش على باب خيمة وهو أغنى رجل على الأرض، أغنى بالإيمان وأغنى أيضا بالمال، لكن لأن مخه في السماويات مفيش فرصة خير بتروح منه. قدامنا فرص كتير قوي نعمل خير كتير، وبالخير ده ممكن نشوف ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين. ناخد آية واحدة. نقول لما نظر ركض لاستقبالهم، قولوا معايا لما نظر ركض لاستقبالهم، كمان مرة لما نظر ركض لاستقبال. كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا نصلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، بالمسيح يسوع ربنا. أن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
الآن صلاة النوم. وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك. ما أحلى ساعة الصلاة لما أقف قدام الله، لا أشعر بأحد سوى. ما أحلى ساعة الصلاة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثلي كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي.
لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي ثبتني، فأعلم الأثم طرقك، والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. أنام يا رب بمسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات، ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. شوي سنينان تسبحة وصلاة النوم المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من ترتي المزامير أبينا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام. هللويا. دوكساسيوسيموس. فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر، بركات علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلا: اللهم ارحمني وخلصني. ذوك سابتري كأيو كأجيب نظماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيب وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلى هنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونة
لسكونتك أخشى ولنور شالهوتك أجزى. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ سورة العشار قارئا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ. كنين كأي كإستوسي أونستوني أونون آمين. أيتها العذراء الطاهرة، أزبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وبعدي أمواج الأفكار الردية عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة وللسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا ربك مثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفهم من أجل اسمك القدوس. أباؤنا وإخوتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية، يا رب ارحمنا. يا من بلا خطية، يا رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا
ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، آمين. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل،
أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا. واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، وإن عملنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق، ارسل لينا يا رب ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي والمساوي لك، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له الممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي أحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا.